الأخت تسأل تقول هل نحن آثمات لأننا لا نلبس النقاب؟ الجواب النقاب أو ستر الوجه بصفة شاملة الحكم الشرعي فيه أنه واجب، فنحن نقول الحكم الشرعي، فالتي تستطيع أن تلبس النقاب وتعلم أنه واجب عليها تأثم، لكن التي لا تعرف أنه واجب عليها أو لا تستطيع لضغوط خارجية في تصل إلى الإكراه، فهذه إن شاء الله لا تؤاخذ، وتحاول أن تجتهد، تحاول أن تجتهد بقدر الاستطاعة في تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخ يسأل يقول النقاب فرض أم عليه خلاف؟ الجواب لا يتعارض الشيء أن يكون عليه خلاف مع أن يكون فرضا، فأمور كثيرة الراجح فيها أنها واجبة وأنها فرض، وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن عندما نجيب فنحن نجيب بما هو الراجح فقط. بارك الله فيك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب هل هناك أسئلة أخرى؟ سامحون. الأخت تسأل تقول ما قول الألباني في النقاب لأنه ربما وصلنا خطأ؟ الجواب الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى وجوب ستر الوجه، ولكنه يرى أنه الأفضل، وقد رأينا أهله وهن ساترات للوجه والحمد لله، لكن قول الشيخ الألباني بأنه غير واجب قول مرجوح، وقد رددنا على جميع أدلة الشيخ الألباني في لقاءات سابقة بالتفصيل، ولا يوجد أي دليل عند الشيخ الألباني صريح صحيح. بارك الله فيكم. الأخت نور في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، الأخت تقول يرى أن الزينة هي الوجه والكفين. أولا لا بد من النظر في سند الرواية، فما روي عن ابن عباس في تفسير الآية كثير منه من طرق ضعيفة، مثل رواية العوفي ورواية الضحاك، فهذه لا تصح، فهذه الأقوال من الطرق الضعيفة. أيضا هناك ألفاظ عن ابن عباس تبين أن الزينة التي يقصدها يتكلم عما تكشفه المرأة في بيتها بين محارمها، ولأجل هذا أشكل على البعض أن المرأة لا تكشف على محارمها إلا الوجه والكفين، واستند إلى رواية ابن عباس هذه المذكورة. والكلام في هذا الأمر يطول جدا، لأنه يعني رد على كتاب كامل، الشيخ الألباني له كتاب كامل، وقد رددنا على كل دليل استدل به في لقاءات سابقة، وهي يعني ليست موجودة حاليا على النت، لكنها تنزل تباعا. الآن توجد صفحة الأسئلة والأجوبة موجودة في أول صفحة، رابط الأسئلة والأجوبة، ويوجد الآن 100 سؤال نزل من الأسئلة والأجوبة 100 سؤال، وستنزل تباعا إن شاء الله تعالى. أما حديث أسماء فحديث أسماء لا يثبت، حديث أسماء لا يثبت، ومتنه يعني عجيب، لأن أسماء كانت بالغة قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهاجرت وهي حامل في عبد الله بن الزبير. وهذا الحديث الضعيف يقول إن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. وأسماء كانت بالغة قبل ذلك بسنوات، بل متزوجة، وزوجها من النوع الغيور شديد الغيرة، فلا يمكن أن يصح هذا المتن، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا إسناده أساسا ضعيف لأنه فيه انقطاع. بارك الله فيكم. سبحان الله.
سوف إذا سنعيد الإجابة عن أدلة الشيخ الألباني كلها. طيب حديث المرأة الخطعمية بارك الله فيكم، هذا الحديث صحيح لكنه غير صريح وله طرق تبين أمورا كثيرة خافية. أولا هذا الحديث لو كان صريحا في كشف الوجه لا وجدت عليه أدل يعني إجابات كثيرة، فكيف وهو لا ليس فيه ذكر كشف وجه المرأة إطلاقا، ليس فيه إلا أن المرأة كانت وضيئة، ووضاءة المرأة يستدل عليها بعينيها فقط أو بهيئتها فقط، لا يستدل على وضاءة المرأة بكشف وجهها. هذا شيء. فالحديث ولو أنه صحيح لكنه غير صريح، فليس فيه أنها كاشفة لوجهها. الأمر الثاني أن الحديث كان في الحج، أن الحديث كان في الحج، ومعلوم أن هناك من أهل العلم من يرى أن المرأة لها أن تكشف وجهها في الحج، فإذا صح وثبت أنها كانت كاشفة لوجهها فيمكن أن يحمل على حال الحج لأنها كانت محرمة. كذلك هناك طريق من الطرق ذكره الحافظ ابن حجر ووجه به الحديث، أن المرأة كانت قد أتى بها أبوها لكي يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولأجل هذا كان إذا نظر إليها الفضل أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينظر. هذا توجيه آخر. كذلك المرأة ربما كانت تستر وجهها بشيء رقيق حتى ترى الطريق، فمن تأمل ودقق في وجهها رأى تفاصيل وجهها، وهذا الذي كان يفعله الفضل، ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يدقق. فالإجابات عن هذا الحديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يقول تغطية الوجه بدون نقاب يعني بأي شيء آخر في الحج جائز؟ نعم، بل واجب عندما تكون في محضر رجال أجانب يجب عليها أن تستر وجهها بغير النقاب، بأن تسدل شيئا من فوق رأسها كما كانت تفعل عائشة وأسماء والصحابيات رضي الله تعالى عنهن. طيب سامحون تفضلوا يا إخوان، هل هناك أحد لديه أسئلة؟ الذي لديه سؤال يتفضل. نعم، لا بأس أن تصلي المرأة بنقابها، إذا كانت بحضرة رجال فتصلي بنقابها، ولو بحضرة النساء صلت بالنقاب فلا حرج، فإنه لا يوجد دليل يمنعها من النقاب، لكنها لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، والله تعالى أعلم. الإخوة الذين دخلوا جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم، إذا صلت المرأة وهي كاشفة لوجهها وكفيها فلا حرج، لكن بحضرة الرجال يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في صلاتها. بارك الله فيكم جميعا. الأخ، طيب هناك سؤال، ما هو الدليل على كشف الوجه واليدين في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ستر المرأة في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ودرع سابغ لظهور قدميها، فلم يشترط ستر الوجه والكفين. وصحة صلاة المرأة مع كشف الوجه واليدين إجماع من أهل العلم، إجماع من الأمة، لا يوجد أحد من العلماء يوجب على المرأة أن تستر الوجه والكفين في صلاتها، بل إن بعضهم يرى وجوب ذلك عليها، والله أعلم.